قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. السلام عليكم متابعينا، معكم خوكم شرف الدين كالعادة. قبل كل شيء طغوا على الفيديو هذا باللايكات يا خاوتي، كل واحد فيكم يدخل ويخلي اللايك تاعه لانه على بالي الفيديو راح يعجبكم بزاف يا خاوتي. رد فعل معارض مغربي يا خاوتي حول زيادة الجزائر لميزانية الجيش تاعها، راهم ميتين بالخوف. مانيش نحكي على المعارض هذا، وانما نحكي عن النظام المخزني، نحكي عن المنتن تاع المخزن يا خاوتي اللي راهم خايفين وراهم يتألمون بعد هذه الزيادة. ميزانية تعادل ميزانية الدولة تاعهم. نعم ايه، واللي يقول مدنية ماشي عسكرية ردوا عليه في التعليقات يا خاوتي، مرمدوه في التعليقات. هل اوكرانيا الان انفحى الاقتصاد تاعها؟ واش انفحى؟ لقوا غير السلاح تاعهم باش يدافعوا به على روحهم. اما لا مكان لا يجوني هذوك الاخرار في التعليقات ويبداو يطلقوا الحلاوه تاعهم. ردوا عليهم انتوما يا جيش ميديا ديزاد. نبداو الفيديو كيف كيف، اسمعوا وش يقول يا خاوتي. وفيما يخص الميزانيه ديال الجيش الجزائري اللي يعني غادي ابتداء من العام الجاي سيتم يعني رفع سقف الميزانيه من 9 مليار يمكن حتى ما يقارب 23 مليار ديال الدولار. شفت انا خرجوا بزاف ديال الابواق النظام المغربي ديال العياشه، وكما العاده يعني يوجهون اصابع الاتهام للجزائر وكيقولوا بانه هذا رفع يعني الميزانيه ديال الدفاع يعني موجهه ضد المغرب، وبانه كما كمل كلام فارغ. راكم تشوفوا يا خاوتي، بمعنى يقول لهم انتوما ما تستاهلوش ان الجزائر زيد الميزانية، لأنه المراركة بداوا يخرجوا بهذاك الكلام الفارغ بأن الجزائر حابة تدير معاهم الحرب. يا وانتوما ما تبانوش قدامنا. كما كنعرفوا يعني احنا من ديما، وهذا يعني ليس مبالغة، الجيش الجزائري إلى في حالة يعني إلى قيام حرب، يعني إلى نطس حرب ما بين المغرب والجزائر، الجزائر يقدر يعني يدك القوات الملكيه يعني غير بالقوات ديال جهه عسكريه واحده دون يعني مشاركه الجيش باكمله في الهجوم على المغرب. يعني هذه المسائل هذه عارفينها يا اخويا، عندك الحق في هذه، لكن حبيت نقول لك فقط انه بالحمايه المدنيه نقدروا لهم، بالحمايه المدنيه فقط ما نكثروش معاهم بزاف. زريبة وش حدير. وعارفين كذلك بأنه هاد الميزانية الضخمة ديال الجيش الجزائري يعني ليست موجهة ضد المغرب، لأن المغرب كما قلت لكم لو كانت يعني في حالة نشوء حرب ما بين الجزائر والمغرب، يعني المغرب الجيش المغربي القوات المغربية القوات الملكية التي الملكية ليست من المغربية، يعني في طرف 48 ساعة يسالوا معهم. هاد الميزان يعني الجزائريين كيشوفوا بعيد، الجزائريين ليبيا حداهم وشافوا شنو طرا في ليبيا في 2011، وكيشوفوا يعني الحالة اللي عليها ليبيا دابا، يعني كيفاش كانت ليبيا قبل وكيفاش ولات، والجزائريين عارفين يعني كيفاش كان العراق وكيفاش ولا العراق دابا. الجزائريين ما كيستعدوش يعني ضد المغرب، الجيش الجزائري يستعد لمواجهة ما هو أكبر بكثير من يعني من الجيش المغربي. الجيش الجزائري يستعد لمواجهة يعني أي عدوان خارجي أو فهم الدنيا صح يا خاوتي. هذا من الأخر بطبيعة الحال اللي غادي يكون يعني من حلف الناتو، ما غاديش يكون من يعني من جهة أخرى. الجيش الجزائري كيدافع يعني كيستعد للدفاع عن أرضه وعن ثرواته الطبيعية، لأن اللعاب ديالهم يسيلوا مؤخرا، خصوصا مع هذه الأزمة ديال الغاز الأخيرة، اللعاب ديال الغرب يسيلوا على غاز ونفط الجزائر، ولا استبعد انا يعني في المستقبل يعني القريب
باش يلقاو يعني شي 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 سبه باش يعني باش يهاجموا الجزائر يعني يلقاو شي طريقه باش يستولوا يعني باش يدخلوا الجزائر ويتمكنوا من ابار النفط والغاز الجزائريه وهذاك وهذا الغاز والنفط اللي كيخلصوا دابا بالاورو بالدولار يعني بالمجان. لا هذا هو الحلم تاعهم ولكن لن يتحقق ابدا مادام كاين جيش قوي. كاينين ولادنا في الحدود على بال يقدروا لها. عيدوا ذلك نفس الشيء اللي داروا مع العراق ومع ليبيا ومع سوريا. سوريا حاليا هو الجيش الامريكي شده لسوريا باش يدخل سوريا ما استدعى حتى شي حد. الجيش الروسي عنده اتفاقيات عسكريه مع سوريا والنظام السوري هو اللي وجه الدعوه لروسيا باش تجي باش يدخل الجيش الروسي لسوريا باش يعاونهم يعني ضد هذيك المنظمات الارهابيه داعش الى اخره. الجيش الامريكي لم يستدعيه احد يعني دخل التراب السوري بطريقه غير قانونيه يعني وتا شي واحد ما هضر وعادي يعني حتى شي واحد ما هضر ودخلوا ومشاو مباشره للاماكن اللي فيها الابار ديال النفط ديال سوريا لان سوريا ما كانش عندها يعني كان عندها اكتفاء ذاتي في النفط واستولوا على الابار ديال النفط وهما مازال اليومين هذا داخل سوريا ومستولين على ابار النفط. اذا الجزائر انا هذه المساله هذه اللي ما كنقولها يعني ليس من المستبعد النهار ديال غدا ولا بعد غدا يلقاو شي صبه ثاني تنوض شي يعني شي هجومات ارهابيه في جنوب الجزائر ولا شي حاجه وهاد القوات ديال افريكوم اللي عندهم عندنا في افريقيا يعني يدخلوا للجزائر ويمشيوا يعني غيقولوا هما بانهم تدخلوا يعني لحمايه ابار النفط والغاز كما دايرين في السعوديه وكما دايرين دابا في سوريا كما قلت لكم بانهم تدخلوا يعني تحت الحمايه الدوليه تحت مظله الامم المتحده ولا هذا لحمايه ابار النفط والغاز وحمايه يعني مصالح الغرب يعني مصالح الطاقه ديال الغرب في الجزائر صافي ويشدوا لكم الابار ديال النفط وديال الغاز كما دايرين دابا في سوريا وصافي ويوليو يسرقوا لكم النفط والغاز ديالكم وانتم كتشوفوا يعني. هذا هو داكشي باش الجيش الجزائري باغي يرفع الميزانيه ديال الدفاع ديالو باش النهار ديال غدا ولا بعد غدا ما يجي حتى شي واحد يهرف ليه على النفط والغاز ديالو كما دايرين دابا في العراق ولا في سوريا ولا في اماكن اخرى. هذا هو هذا الميزانيه يعني ليست ضد المغرب ولا يعني تسمى عندها حتى علاقه بالنزاع يعني الجزائري المغربي في حاله نشوب حرب ما بين الجزائر والمغرب الجيش الجزائري يقدر يعني يوظف لهذه المهمه هذه يعني 20 ولا 25% ديال القوات يعني ديال الجيش الشعبي وفي ظرف 48 ساعه سالت الحفله صافي. هذا هو اخواتي اخواني سمحوا لي هذه الايامات هذه غبرت عليكم شويه كنت عيان شويه ومازال عيان وكنتمنى نشوفكم في القريب ان شاء الله بفيديوهات جديده أخبار جديدة. كما سمعت يا خاوتي ما قاله هذا المحلل المغربي يا خاوتي بأن الجزائر زادت في الميزانية تاع السلاح تاعها ليس من أجل المغرب كما راهم يتخيلوا في بالهم زعم الجزائر دارت ميزانية قد الدولة تاعهم من أجل زريبة كيفكم يا ودي بركة وريحوا عقلين أو قالها لكم من الأخر من أجل كاش دولة من حلف الناطو لأنه كاين أطماع بزاف من قبل هذاك الحلف الخانز يا خاوتي باش زعما يديروا كاش مشكل في الجزائر ويدخلوا راكم تعرفوا حكايه الغاز وحكايه بزاف امورات الوقود واش راهو صارف من مشاكل يعني في اوروبا يا خاوتي حابين زعما يفتحوها بالجزائر ولكن هذا يبقى مجرد حلم يعني بعيد الامل بعيد المنال قلت انا. علاش يا خاوتي؟ لانه بكل بساطه الجزائر الان
تقف ضد أولئك بالسلاح بالجيش بالشعب بكلش يا غاوي. راكم تعرفوا الجندي الجزائري خير مني والله. المهم تهلاو وخليونا رايكم في التعليقات وانشروا الفيديو هذا مع كامل الجزائريين. هيا تهلاو خاوتي. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رايكم في التعليقات. سلام.